احنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه في قراءة أولية لدفتر الشروط. لهذه المرة جاء دفتر الشروط مفصول، دفتر شروط خاص للمصنعين ودفتر شروط خاص للوكلاء. نرى أنه ما تم يعني وضعه من قوانين خاصة بحماية المستهلك جيد جدا، منها ما يسمى بالضمان. في القانون السابق أو دفتر الشروط السابق كان الوكيل إذا تعطلت سيارة المستهلك فيدفعها للوكيل من أجل الإصلاح، إذا كانت المدة تتجاوز 7 أيام يحق للمستهلك الاستفادة من سيارة مؤقتة لممارسة نشاطه اليومي إلى حين إصلاح السيارة. الآن أصبح 48 ساعة، خلال 48 ساعة إذا الوكيل لم يستطع إصلاح السيارة فهو مجبر أن يعطي المستهلك سيارة بديلة مؤقتة إلى حين إصلاح سيارته. هذه نقطة إيجابية تراها المنظمة. أيضا بالنسبة لخدمات ما بعد البيع، أنا نشري سيارة بعد 10 سنوات إن لم أجد قطع الغيار تاعها متوفرة عند الوكيل، هذا إشكالية، والآن نعاني من هذه الإشكالية. صحيح. يعني سوق قطع الغيار المغشوش في الجزائر يأخذ حيزا كبير. أيضا لما نشوفوا أنه الآن شركات لإنتاج السيارات في الجزائر، معناها كاين عدة مصادر لدخول السيارات، هذا راح يؤدي إلى تنافسية في سعر السيارة. التنافس هذا اللي راح يكون مفتوح بين جميع الجهات راح يعود بالفائدة للمستهلك، اللي راح يخفض أنواع السيارات، وممكن أنه نلقاو عروض ترويجية جديدة يعني. بصح ما نستناوش هذا الأمر خلال سنة، ما تنساش أنه السوق الجزائري كان يتطلب 600 ألف سيارة سنويا، وصل يعني يطلب السوق الجزائري 600 ألف، قفلنا سوق السيارات لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني به تدخل السوق الجزائرية الحين في حدود كم مثلا؟ الآن مليون سيارة ما هيش راح تعادل يعني راح تخفف شوية الوطأة على اختفاء السيارات وأسعار السيارات في الجزائر.